نحط بقى ماسك البشره. عندنا ماسك ببذور الكتان للبشره، بنعمله ازاي ماسك الكتان ده يا ولاد؟ بنحط معلقه كبيره من العسل، اطحني اطحني بس بذور الكتان، ما تحطيهاش حب، تبقى مطحونه، واتفقنا في ذهبي وفي بني زي اللي انا عملت بيها، الاثنين نفس الفايده، الالوان بس اللي بتختلف. طيب هنحط بذور الكتان ونخلطهم المكونات مع بعض، لبن وبذر كتان مطحون والعسل، خلاص، ونحطهم مع بعض، نحط الخليط ده على الوش ونفركه بس بعيد عن منطقه العين، ونستمر ده 10 دقائق، وبعدين نغسل وشنا بالميه، وممكن بعدها تحطوا قطنه بميه بموارد ساقعه تعملوا ريفرش كده للبشره. بذر الكتان للشعر، عندنا طبعا احنا داخلين على المدارس، عايزاكم بقى تعتقلوا بشعر البنات والولاد، الولاد والبنات. هننقع كوبايه من بذور الكتان لمده ليله، خلاص هنصفي البذور دي من الميه ونحطها في حاجه نغليها كده مع الميه على نار متوسطه يعني شويه كده، وبعدين نحط لها رشه من الملح بسيطه قوي نحركه، ولما تغلي نهدي نطفي النار، هتطلع بقى بذور الكتان اللي احنا خدناها بعد ما نقعناها وفصلناها حطيناها في الميه تاني على الوش. هنحط بقى ايه؟ الصبار، الصبار الفريش. هناخد زرعه الصبار نتقطع من الجنبين الحواف بتاعتها وتتخلي من النص وننزل الايه؟ الجالي اللي جواها ده. اي نوع من الزيت بقى، عندك زيت زيتون، عندك زيت ارجان، عندك زيت جوجوبا، عندك اي حاجه حطيها واخلطيهم مع بعض، حطيه على الشعر، ممتاز. اهم حاجه المنبت، سيبوه يجف يقعد له نص ساعه، وبعدين اشطفوه او اغسلوه بالشامبو خفيف لطيف، اهم حاجه يكون شامبوهات الاطفال اللطيفه، او الشامبو لو حد عنده حساسيه فروة الراس تستخدم شامبو معين.